بسم الله. لكسيون 18. ماين، داين، أنزا. possessive article. فهنا نتعلم الضمائر الملكية. فلدينا إيش يصبح ماين، دو يصبح داين، إير يصبح زين، إس برضو زين، زي يصبح إيا، فيا أنزا، إيا أويا، زي إيا زي الزي المفرد، والزي الاحترام أيضا إيا. طيب الآن لدينا الماسكولين، النيوترال، الفيمينين، البلورال. لدينا في الطرف الآخر النوميناتيف، الأكوزاتيف، الداتيف. ف مثلا ماين فاتا والداين فاتا، زين فاتا، حبذا لو حذفتم هذا، زين فاتا يفا، أنزا فاتا، أويا فاتا. يعني هي المفروض أويا. طيب هي أويا فاتا، يا فاتا، und يا فاتا. يعني هذه يكون عادي في النوميناتيف الماسكولين، الضمائر الملكية عادي كما هي. كذلك في النويترال، في المحايد. في الفيمينين يتغير فقط أننا نضيف الاي، فيصبح عندنا هنا مشكلة في الأويا. فبما أننا نضيف اي، مش لازمة الاي التي في الوسط الأويا، فيصبح أيغ. ونفس الشيء في البلورال، تمام، نضيف الاي، وفي الاي يا نغيره إلى أيغ. إلى هنا كل شيء مفهوم؟ أكيد. الآن في الأكوزاتيف، في الأكوزاتيف قلنا أن الشيء الوحيد الذي يتغير هو الماسكولين، المذكر، الديا يصبح الدين. ففي الضمائر الملكية نفس الشيء، بدل من ماين نضيف له اي ان كمان، ماينن فاتا، وهنا ايغن فاتا. فزي ما هو يعني ماينن فاتا، فالداين، الزين، الايا، الانزا، كلها يتغير الى اي ان، يعني نضيف له اي ان. طيب في النويترال يبقى كما هو، ان اوتو، فيبقى حتى الضمائر الثانية كمان زي ما هو، والآية نركز عليها. وبعدين في المؤنث نضيف له إيه كالمعتاد، زي مثلا ماينا متا، فنضيف له إيه، والآيغة متا. في البلورال يبقى كمان زي ما هو، ماينا إلتان، آيغة إلتان، بسبب الفيمينين. طيب في الداتيف، في التدريب الذي قبله يعني تمرينا شوية على هذا الموضوع. فقلنا أن الداتيف ديم ديم ديا دين. ففي الضمائر الملكية نفس الشيء، ماي نم فاتا في الماسكولين، ماي نم أوتو في المحايد، ماي نا متا أضفنا الإيه، والماينن ايتان اضفنا الاي ان الذي في الدين. فكل الضمائر الملكيه زيه. طيب نركز كمان هنا، اي غم فاتا، اي غم فاتا، اي غيا متا، والاي غن ايتان. هنا اظن في ملاحظه، der possessive Artikel hat die gleiche Endung wie kein، يعني هو لديه نفس التصريف زي kein. Ich brauche keine Bücher. Ich brauche meine Bücher. Nummer Aufgabe 1. Ergänzen Sie die Possessivartikel فنضيف an Domaira al-Mulkiya. Hier bin ich und das ist Kind. هنا أنا، هنا أكون أنا، وهذا طفل. فماذا أضيف في الفراغ؟ هتبقى ماينه ماينه كنت كنت داس كنت داس كنت هتبقى ماينم لا und das ist mein Kind لأنه nominativ، نومينيتيف فأن طيب جعلتها جملة جديدة، فدا
das ist, هذا يكون ابني. Mein Kind. Mein Kind. Nummer zwei, das bist du und Vater. Das ist du und mein Vater. هي هذا أنت وأبوك. وأبوك. طيب هتبقى dein Vater. تمام. نمرة 3. Das ist Thomas und Mutter. فهذا توماس وأمه. وأمه sein Mutter. تمام. لكن Mutter مؤنث. فنقول seine. seine. تمام. Vier, hier ist Judy, die Bint, und Tochter, وبنتها. seine Tochter. Seine للمذكر، للهو، أما هي؟ هي هي إيغا. إيغا إيغا تمام. إيغا الآن تختار. خمسة. خمسة. Das sind wir. هذا نحن. فيكون الكندا يعني أولادنا وأولادنا. أنزا. لكن تمام. unsere تمام ممتاز. Unsere Kinder. Und das seid ihr und Eltern. هذا أنتم و معلش الصوت متقطع. والديكم. تمام. قلت أن أنتس سيد إيه وهذا أنتم ووالداكم. أنتم أوي أوي أوري تمام. eure Eltern und eure Eltern. تمام. أه أه سيبن. Hier stehen Aiping und Mark, شخصين, und قطتين, و يعني قطتاهم. قطتهم هتبقى أويا أويا الأيغة أنتم، لكن هنا نحن في الغائب، فيكون في الغائب يعني أو القط يعني قطط القطط دي بتاعتهم هم صح؟ تمام. يعني هتبقى هم زي هتبقى إيه الزي يصبح إير. إيه تمام. آه فإير عشان جمع. إير zwei Katzen. إيه طيب أخت. أوكي Guten Tag, Herr Schmidt. يوم سعيد, Herr Schmidt. Kommt Frau heute auch? هل زوجتكم تأتي أيضا اليوم؟ زوجتك كم حضرتك يعني. حضرتك هتبقى ايغا تمام. ihre Frau heute auch. ممتاز. Aufgabe 2. Ergänzen Sie die Possessivartikel. Das ist Jörg. فيكون بالنسبة ليورك هذه الثلاثة. Das ist seine Frau. هذه زوجته. Frau Martina, Martina يعني. Das sind Kinder. هتبقى المفروض أولادهم تمام. فهتبقى ihre Kinder. هي في هذه الثلاثة سيكون دايما زين، لكن زين ولا زينة؟ هذا هو السؤال. طيب فده سنت زين كيندا ولا زينة زينة كيندا؟ زينة لأنه تمام، بلورال. لأنه جمع لغة. ده است فارد، دراجته. دراجتهم هتبقى هو
هو اوكي هتبقى ايه هي كلها زين زين لأنه زين مذكر. طيب هتبقى زين تمام، زين فاقت لأنه داس فاقت. داس است تاشا، فحقيبته das ist Tasha sein Tasha هي تاشا دي تاشا، Tasha فيصبح دي هتبقى seine seine Tasha تمام زينة تاشا. طيب داس است كمبيوتر، هذا حاسوبه. هتبقى حاسبه ساين تمام داس است زين كمبيوتر لأنه داس كمبيوتر ولا دا كمبيوتر. داس سنت بيشا، هذه كتبه. ساينه داس سنت زين بيشا، تمام ممتاز. الآن داس است ماتينا، فهي الآن امرأة، فداس است إيا مان يورك، فيصبح كل شيء هنا إيه إيا، لكن لازم نعرف التصريف. أم فداس است إيا مان يورك، داس سنت كيندا، هذه أم أولادها. إيه كندا تمام، داس سنت إيغا كيندا. طبعا بما أن الأستاذة عمود دخلت الآن، فهي تأخذ بعدين داسنت يوك والماتينا. طيب أستاذة شيماء، داسست تاشا، فحقيبتها. إير تاشا هي دي تاشا مؤنث مؤنث فيمينين. طيب هتبقى إير تمام، إيغا تاشا. داسست فاغت، دراجتها. إير فا تمام، إيه فاغت لأنه داس فاغت. داس است كمبيوتر. إير كمبيوتر تمام، داس سنت بيشا. إيغي بوشة تمام، الآن الأستاذ عمود، داس سنت يوك و ماتينا، فداس سنت إيغي كيندا، أولادهم. داس است توختا زوزي، يعني هذه بنتهم زوزي، فماذا نقول؟ مش هقولي عليها بس معلش في الشاشة قلت يعني داسست إيغا توختا، يعني هي كلها تكون إيا، لكن إيا ولا إيغا، هذا هو السؤال. فتوختا مؤنث، فقلنا داس است إيغا توختا. تمام تمام، طيب داس است زون توماس، يعني هذا ابنهم توماس، فماذا نقول؟ ايه تمام، داس است إيغا زون توماس. داس است هاوس، هذا بيتهم. ايه تمام، داس است إيغا هاوس لأنه داس هاوس. super. jetzt Aufgabe 3. Tante Cornelia kommt aus Rom zu Besuch. يعني تأتي من روما لزيارة und fragt Thomas und Susi، وتسأل توماس und Susi. ergänzen Sie die Possessivartikel. فتانت كورنيليا تقول، أستاذة شيماء مثلا الآن، توماس und Susi، wo ist denn Papa jetzt؟ أين أبوكم؟ الآن داين بابا دين بابا لأبوك، لكن أبوكم أبوكم هتبقى أوير أوير يا أويا بابا. أمم تمام، تأخذون أيضا الجملتين، وبعدين الأستاذة شيماء النص الثاني. توماس أنزوزي، يعني الآن يجاوبون، بابا is in the kitchen، أبونا في المطبخ. أبونا أونزا
أنزغ ولا أنزع؟ مش أبونا، هيبقى أنثى. تمام، أنزع. أنا أردت أن أدقق في الإيه في الآخر، لأنه سمعت أنزغ، فهي مش أنزغ أنثى. وإنما أنزع. تمام، أنزع بابا إست إن كيشن، أبونا في المطبخ. الأخيرة، أنفو إست ماما، أين أمكم؟ أمكم أويغي موتا. أيغ ماما. تمام، أين أمكم؟ أيغ ماما. طيب الآن الأستاذ عهود، توماس زوزي، ماما است أوف تا أربيت، أمنا في العمل. أنزغي. تمام، أنزغ ماما است أوف تا أربيت. طيب أنت في هايسن فريندر، وما اسم أصدقائكم؟ تمام، und wie heißen eure Freunde? Thomas und Susi, أصدقاؤنا هم Philipp und Sabine. Unsere. تمام، unsere Freunde لأنه جمع، وأمنا وأبونا. أمزغي زيها برضه عشان مؤنث، وأم انظر ماما، عشان مذكر أصلا. تمام، انظر بابا. طيب ممتاز. Jetzt Aufgabe 4. Was bedeutet ihr oder ihr؟ طبعا ال ihr الصغيرة للكاف مثلا، وال ihr الكبيرة للحضرتك. Kreuzen Sie an. فهنا نعلم، لدينا الآن ضمائر ihrer، إيغن، إيغن، إيغا، إيغا، وهكذا. فممكن يعود لفراو مايتس، ممكن يعود لفراو دونس، ممكن لليزا، ممكن لتيم وانت توم. تمام؟ طيب الآن الأستاذة شيماء، فراو مال، غوتن تاك فراو دون، في جيت اس إيغا توختا ليزا؟ فاو مانس. الإيغا يعود لفراو مالس ولا فراو دونس؟ براو دونز، سوري، تمام، فراو بيكوز دونس. فاو مانس هي اللي بتتكلم، فأكيد بتتكلم براو دونز، صح. تمام، فهي تقول يوم سعيد فراو دون، السيدة دون. كيف حال بنتكم؟ يعني بنت فراو دون التي اسمها ليزا، فهي فراو دون. طيب الأستاذة شيماء، معلش، الأستاذ عهود الآن، فرو دون، wieder gut. Sie ist jetzt bei ihren Großeltern. Sie liebt ihren Opa sehr. فالإيرن الأولى ترجع لمن؟ تمام، ف wieder gut، هي الآن بخير، هي عند جديها، فجدي ليزا. Sie liebt ihren Opa sehr، هي تحب جدها التي هي جد ليزا جدا. طيب الآن الأستاذة شيماء، und wie geht es Ihrer Familie؟ فورمالز. تمام، طيب danke sehr، هنا ما فيش حاجة. Frau Dorn، wo sind denn Ihre Kinder Tim und Tom؟ فورمالز. تمام، أين ابنك، أين أبناؤكم التي لي فراو مالتس؟ تيم و توم. فالأستاذ عنهور، فراو مال يقول دي زند سو ايرن فرين gefahren. يبقى الأولاد بقى، توماس اند تيم ايه؟ و توم، تيمس اند اوكي. توماس. يا اوكي، übrigens، يعني بالإضافة، أنهم ذهبوا إلى قائم، بالإضافة يمان هات أنجروفن، زوجكم اتصل. انا فيعود برضو لمو، معلش، نعم، واخده بالي. قو مين دوغ
Pardon, okay. Und Ihr Auto ist fertig repariert? Pardon. تمام، pardon. الآن آخر تدريب. Mein Geburtstag, حفلتي أو يوم ميلادي. Ergänzen Sie die Possessivartikel. An meinem Geburtstag fahre ich immer nach Hamburg. يعني في يوم ميلادي أذهب دائما إلى هامبورغ zu Familie. لي عائلتي. أستاذة شيماء. فاميليا تتعامل معاملة الجمع صح؟ تمام، دي فاميليا. طيب هتبقى ماين فاميليا. تمام، أنا أريد أن أصحح نفسي، يعني هي مش معاملة الجمع لأنه أسرة مفرد، أنا لكن كنت لسه هي مؤنثة، فدي فاميليا، دي فماينو فاميليا فاميليا. طيب ماين أستاذ فاميليا. عمود، تمام، الآن الأستاذ عمود، برودر هينريش wohnt mit Frau Doris im Haus von ihr Eltern. Mein Bruder. تمام. أخي هينريش يسكن مع زينغي. هي غلط هي. زينة. مش هي فرو. تمام، دي فراو. لكن هم هنا ميت داتيف، فقلنا زين والداتيف دير فرو، ميت دير فرو، فقلنا ميت زينر فرو. عشان مت بتعمل ضتين. تمام. تمام، ام هاوس فون ihr Eltern، من والديها ايرن أو والدي، فون ihren Eltern. تمام. طيب الآن الأستاذة شيماء، هاينريش هات زويلينغ، هاينريش لديه توأم، توأمان، رالف و ليوني. ليوني ليبت برودر زير، يعني ليوني تحب أخوها جدا، فهذا أكوزاتيف. أكوزاتيف. أخوها هتبقى زاينن بودا. هو ليوني بنت. أها بنت هتبقى بنت مش أخوها هي، يعني الضمير عائد عليها هي. إيه؟ تمام، عليها أها إيه. أويغن 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 لا، إيغن الأيرن، الأيرن جمع، فإيرن إيغن. طيب تمام. يعني مش ليوني. ملكية، مش أخوها، مش هو ضمير ملكية. طيب أخوها ليس أخ أيضا أخوكم. وهو أكوزاتيف. تمام، لكن المشكلة ليس في الأكوزاتيف، المشكلة الآن في أخوكم وأخوك، أو قصدي أخوها، أخوها. تمام، فأخوها أيضا برودا، أخوكم أيضا برودا، فهي واحدة بس هي، فأخوها ihren Bruder. طيب، aber Ralf mag Schwestern nur ein bisschen. لكن Ralf يحب أختها قليلا. فماذا نقول؟ أختها قصدي أخته، يعني أخت Ralf الذي هو مذكر. طيب هتبقى أيغي ولا هتبقى هذا برضو للجمع. إيغي إيغي؟ نحن لا، الإيغة للمؤنث المفرد والجمع. مش أخته هو؟ ال هو. تمام، أخته هو، أخته غلف، فهي ليس إيه، لأنه إيه للفيمينين، المذكر يأخذ زين. زايني. تمام، زينة، زايني. فغلف ماك زينة شفستر نو ein bisschen. Aber beide Kinder lieben Großeltern. لكن الاثنين
فلدينا هم الآن، يعني الطفلين هم يحبون جديهم. جديهم. تمام، هتبقى أويغي. هذا جديكم، أنا أريد جديكم جديهم. إيغي. تمام، إيغا غروس إيتان، لأنه غروس إيتان جمع. أوكي، فو شيما، فو عمود الآن، معلش. وكتب الآن أم، حتى نعرف أنه أختي شفاستا. فأختي مونيكا لبت أوخ إن هامبورغ، هي أيضا تسكن في هامبورغ. فماذا نقول؟ معلش مش فاهمة الام دي تاني، معلش. تمام، الأم يدل أنه نريد أن نقول أختي، يا الياء أختي يعني بتاعتي. يعني طب ماشي، ده بالألماني ازاي بقى ان هو كاتب ام؟ معناه ايه يعني؟ يعني ماين، بس يعني هتحط لها ماين. التصريف بتاعها. تمام، تمام، فهمت. ماين. تمام. ماين شفاستا مونيكا لبت أوخ إن هامبورغ. Wir feiern alle zusammen Geburtstag. نحتفل كلنا حفلتي. Meine. Der Geburtstag. وفي الأكوزاتيف. إيه، ما حضرتك ما سمعتنيش، أنا قلت meinen. تمام، هو لأنه الصوت تقطع فأنا سمعت ماينا، لذلك راجع. تمام. طيب، ماينن جيبوتستاك، باي عند والدينا. فانزغن. تمام، باي أنزن إيتان. طيب أستاذة شيماء، الآن مونيكا كومت إما ميت فرويند يوأخيم. مونيكا تأتي دائما مع صديقها. نركز الداتيف وأنها مؤنث، قصدي مذكر. مذكر، والمفروض أقول لهم هم، صح؟ لا، مع صديقها الها. صديقي. هو أولا لها يأخذ أي ضمير؟ زين. يعني هذا هو، أما ها؟ ها زي زي هي. إيه، تمام. طيب الآن في الداتيف المذكر. في الداتي في المذكر هتبقى إيغم أو إيغم. تمام، إيغم فريند يو أخيم. Und sein Tochter Anna. فهو أعطانا البداية sein. طيب بسبب ال mit sein Tochter. فالداتيف مؤنث. زينة تخطى. داتيف. لم داتيفها أسمع تبقى بيضا يعني. زينة تخطى. تمام، seine Tochter Anna. ممتاز. طيب الآن الأستاذة شيماء، وهود، معلش. اليوم بما انه الواحد يعني في الليل خلاص راح التركيز. ايتان فين اسفندابا، والدينا او والدانا يجد ذلك رائع. انظر. تمام، unsere Eltern finden es wunderbar, wenn Kinder alle bei ihnen sind. عندما يكون الأطفال أو أطفالنا، ايغا معلش. تمام، wenn ihre Kinder alle bei ihnen sind. عندما يكون أطفالهم كلهم عندهم. طيب الآن الأستاذة شيماء، ich bekomme von Geschwistern immer viele Geschenke. أنا أحصل من إخوتي دائما هدايا كثيرة.
يعني هو أفيداتيف دي ولا أكوزيتيف؟ الصوت متقطع يعني لم أسمع أي شيء. أكوزاتيف أكوزاتيف، أكوزاتيف. تسمعونني؟ نعم طيب الآن، تسمعوني الآن؟ نعم الآن أفضل طيب كثير. هتبقى ماينه. طيب أنا أريد أن أعدل نفسي. Ich bekomme von من هي Geschwister، أصلا هي دي Geschwister، فأضفنا ال N فعرفنا أنه داتيف. لطيف. طيب هتبقى ماينين. تمام. Ich bekomme von meinen Geschwistern immer viele Geschenke لأنه داتيف، und Kinder وأطفالهم وأطفالهم. أو يعني أطفالهم مالا ميا إما شوينا بيلدا، وأطفالهم يرسمون لي دائما رسومات جميلة. هتبقى إيغا. تمام. Und ihre Kinder malen mir immer schöne Bilder.